معانا ام ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام ياسين. حضرتك، انا نادرة لابني. انا نادرة لابني. ايوه. كل سنة خروف بذبحه له، لان انا ابني مريض مرض مزمن. فدلوقتي الحاجة غليت. فانا دلوقتي ابدل مثلا بنفس فلوس الخروف لحمه افرقه. انت كنت نادرة، قلتي ايه في النادر بتاعك؟ انا في النادر، لان هو بقاله 9 سنين تعبان، بس الحمد لله ربنا تعالي بس منه. الاول ندعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يجمع له بين تمام الاجر والعافية، ويعفو عنه ويعجل له بالشفاء، شفاء لا يغادر سقم. الحمد لله. طيب قولي لي بقى، انت نادر قلت ايه في النادر؟ انا قلت ربنا يشفيه لي، وكل سنة ان شاء الله اذبح له خروف. قلت كده اذبح له خروف، مش كل سنة اذبح. لا، كل سنة، كل سنة، كل لا ما انت قلتي أكتب. وكل سنة اذبح له خروف، قلت كده. يبقى لازم تذبحي. لازم اذبح. انت قادرة على ده ولا مش قادرة؟ لسه بقيت السؤال بقى، ما انا لازم لازم المفتي يكون حاسس بالناس شوية. انت قادرة على ده ولا مش قادرة؟ هكمل لحضرتك، معلش انا اسفة اطول عليك شوية، ثواني بس. اتفضلي. فطبعا انا ما بقطعتش النادر بتاعي. فالسنة دي الحاجة غالية. فانا قلت الفلوس اللي انا كنت هجيب بيها الخروف هجيب بيها لحمة وأفرقها برضو زي ما أنا بعمل. بص يا ستي، إحنا في النادر بنعتبر إن لفظ النادر هو اللي بيحركنا. أنت لو كنت قلتي أوزع أكل أو لحمة على الناس كنا هنقولك الكلام ده ماشي. لكن أنت قلتي إيه؟ خروف. أذبح خروف، يبقى خلاص أي خروف دلوقتي هينفع في النادر بتاعك، مش لازم الخروف الكبير دوت، أي خروف هينفع في النادر بتاعك ده. وعشان كده بنقول للناس النادر في اصله مكروه. مكروه يعني ايه؟ ما تندروش يا جماعه، ما تلزموش نفسكم باشياء فوق طاقتكم. طب واذا ندرت؟ خلاص تحول الى واجب. تحول الى ايه؟ الى واجب. طب انت ومش قادره توفي بالنادر ده، خلاص انا بقى ما بقاش معايا مصدر مالي اقدر اوفي بالنادر بتاعي ده، خلاص هتخرجي من النادر ده بكفاره يمين. اما وانك انت حضرتك يا سيدة أم ياسين بتقولي لي أنا قادرة بس عايزة أطور من ده وأبقى أعمل حاجة أفيد للناس، لأ، أنت ندرك إن أنت تذبحي فهتذبحي.